وصلنا لغاية الماتش حاسم نس كل تونس كل سنة فيكم حاضر الماتش بيان سور ما عادش عندنا برشا وقت عن أربع أيام إن شاء الله على الماتش الأولاني مقابلة زوز مقابلات مهمين في تاريخنا وفي تاريخ تونس إن شاء الله باش نمشيو للكوب دي موند المرة الثانية على التوالي إن شاء الله ستاف تكنيك جديد شنو نجم يزيد في الماتش معاك؟ بيان سور ستاف نزادوا فيه ثلاثة عناصر مهمين نعرفوا الاكسبيريونس نتاعها ونعرفوا شنو قدموا لتونس قبل كي كانوا ملاعبين ان شاء الله بالاكسبيريونس اللي عندهم يحاولوا يعاونونا ان شاء الله باش نتعداو زوز ماتشات هذوما ونوصلوا مع بعضنا ان شاء الله للزوجيكتيف نتاعنا ان شاء الله. عندنا زوز مقابلات نحاولوا ان شاء الله الماتش الاولاني نمشيو غادي باش نفرضوا اسلوبنا باش نحاولوا نربحوا ماتشونا من غادي باش نسهلوا على رواحنا ان شاء الله الماتش الروتور ما احناش باش نمشيو باش نخسروا ولا باش نعملوا ماتش نيول عندنا اوبجيكتيف عندنا اسمنا ان شاء الله نحاولوا نكونوا حاضرين من هنا للمقابله هذه ونعملوا المهمه نتاعنا ونرجعوا ان شاء الله بالانتصار. كل شيء ولا ظاهر معناتها الافريق نشوفوا في الزربيت نخليوا كل شيء اكوتي نحاولوا نركزوا على رواحنا نحاولوا نحن نكونوا 120% ان شاء الله باش نعطيوا كل ما عندنا للزوز مقابلات هذم اللي باش يكونوا مهمين بالنسبه لنا احنا كملاعبيه ولا بالنسبه للشعب التونسي. بيان سور باش يكون عليهم هما سيرتو يلعبوا في بلادهم وقدام الجماهير نتاعهم. باش يكون عليهم هما البريسيون احنا مش نمشيو غادي عندنا الاهداف نتاعنا نعرفوا على شنو ماشيين نعرفوا شنو هي المنتخب المالي وباذن الله كيما اذا كان احنا ان شاء الله نبداو في نهار باهي بقدره ربي نجموا نعملوا ريزلتا بوزيتيف ان شاء الله. علي الملاعبيه اللي عاشوا قبل البريسيون تاع ماتش الكونغ والكوب دي موند اللي فات شنو لازم يزيدوا في الملاعبيه خاصه الجدد في المنتخب؟ الناس كل تعرف ما عندك ما تزيد في ماتشات كما يضم الناس كل تعرف شنو اللي يستنى فينا وشنو الاهداف نتاعنا الماتشات هذوما ما فيهمش برشا كلام الناس كل في بالي حاسه باهميه الزوز مقابلات هذوما وشنو نجموا يزيدونا زوز مقابلات هذوما في تاريخنا وفي تاريخ بلادنا معناها.